الطريق التي ينال بها العلم، فإن العلم إنما هو بالتعلم، والمرء لا يولد عالما، كما جاء ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنهما قال إن الرجل لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. فكما أنه لا يكون طبع بلا أدب، فكذلك لا يمكن أن يكون علم بلا طلب. كما أنه لا يمكن أن يكون طبع بلا أدب، فكذلك لا يكون علم بلا طلب. فالذي ينبغي أن يديم الطلب ولا يكسل ولا يتوانى ولا يفرط. وقد سئل بعض العلماء عن السبب الذي ينال به العلم، فقال مجيبا على ذلك: بالحرص عليه يتبع، وبالحب له استمع، وبالفراغ له يجتمع. كيف يدرك العلم؟ كيف يحصل العلم؟ فقال: بالحرص عليه يتبع. الحريص على العلم يتتبع حلقه، ويتتبع أهله، ويتتبع كتبه، فتجده حريصا على حلق العلم من حلقة إلى حلقة، وهكذا يتنقل بين حلق العلم وبين يدي العلماء. وبالحب له يستمع، من أحب شيئا طلب استماعه دائما، فمن أحب الغنى تجده دائما مع الغنى عياذا بالله من ذلك، ومن أحب القرآن تجده دائما يلهج به ويستمع له، ويجلس في مجالس من يقرأ القرآن حتى يستفيد وحتى ينتفع وحتى يحوز الأجر. فالشاهد: من أحب شيئا استمع له، وبالفراغ له للعلم يجتمع. فإذا فرغت نفسك للعلم اجتمع، وأما إذا لم تهب العلم إلا جزءا يسيرا من وقتك، فإنه يمر عليك الزمن الطويل والوقت الكثير، وأنت لم تحصل فيه إلا أقل القليل. لا يدرك العلم إلا كل مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم، فمن كانت همته العلم حصل العلم الكثير في الزمن اليسير وفي الزمن القصير، ومن ضعفت همته في التحصيل فإنه يتشتت ولا يأتيه من العلم إن جاء إلا الشيء اليسير. ومن الطرق التي ينال بها العلم التلطف مع من تتعلم منه أيها المتعلم، التلطف مع من تتعلم منه، فإنك إذا لم تتلطف معه لا يعطيك شيئا. فإذا جئته وأنت ترى نفسك مثله، أو أنك لا تحتاج إليه، أو الحاجة إليه عندك يسيرة، أو ما تحتاجه إلا في مسألة أو نحو ذلك، فإنك لا يمكن أن تستفيد من علمه أبدا. ولهذا إذا نظرنا إلى قول ابن جريج رحمه الله تعالى، ومن هو ابن جريج؟ عبد الملك بن جريج، يقول: لم أستخرج من عطاء الذي استخرجت إلا برفقي به، إلا برفقي به. فإذا رفقت بالعالم وتواضعت له وقعدت بين يديه مظهرا الفاقة والحاجة إلى ما عنده، فإنه حينئذ يعطف عليك ويعطيك ما جئت تسأله عنه، ويعطيك ما لم تسأله عنه، لأنه يراك أهلا لذلك. ولهذا كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول: لقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يحدثني بالحديث، لو يأذن لي أن أقوم فأقبل رأسه لفعلت. يحدثني بالحديث، لو يأذن لي أن أقوم فأقبل رأسه لفعلت. لماذا؟ هذا يدل على تلطفه وعلى حسن أدبه وتواضعه وحسن عشرته مع هذا العالم الذي يتعلم منه. وإذا كان كذلك فإن العالم حينئذ يجود عليه فيعطيك كثيرا مما عنده في الوقت اليسير. ولذلك كان علماء الحديث الزمن القديم يحسنون هذا الباب جدا، فيأتون إلى العالم الكبير وقد انتقوا من حديثه ما انتقوا، يريدون العلو أو أغراضا أخرى، فيظهرون له من اللطافة والبشاشة وحسن الصحبة والمودة والتملق بين يديه ما يجعله يدر عليهم كما تدر البقرة على وليدها والناقة على وليدها، فحينئذ يفيدهم بالعلم الذي عنده.